ما المقصود بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ نعم، المراد هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يفوت سنة من السنوات أو وقت من الأوقات يكون فيها ثمر إلا أتته، يعني تؤتي ثمر ثمرها الذي يؤكل كل حين، يعني كل حين من وقت الثمار، وهو معنى كل حين بالليل وبالنهار كل السنة. لا نعم.